السلام عليكم متابعينا الأعزاء. النعناع هو أسهل نبات يمكن زراعته في المنزل. تابعوا معي هذا المقطع من البداية حتى النهاية لتتعرف على أسرار نجاح زراعة النعناع. وإذا كنت تشاهد قناتي أول مرة فندعوك إلى الاشتراك فضلا وليس أمرا. اليوم سأشارك معكم هذه التجربة زراعة النعناع في القارورة. أولا نأخذ هذه القارورة ثم نضع فيها ثقوب بمسمار ساخن بهذه الطريقة حتى النهاية. فبالنسبة أصدقائي لموعد زراعة النعناع فهو أفضل موعد هو فصل الربيع وفصل الصيف. بعد ما انتهينا من ثقب هذه القارورة نقوم بتخليط هذه التربة. لنجاح أصدقائي زراعة النعناع يجب أن تكون التربة خفيفة، يعني 50% رمل و 25% تربة متماسكة و 25% سماد عضوي، يعني فضلات الأبقار والمعز المتهللة. بعد نقوم بإدخال هذه الجذور إلى القارورة بهذه الطريقة. كذلك يمكن استعمال فقط الأغصان، أنا أفضل الجذور لأنها سريعة النمو والتجدير. وأدعوكم أصدقائي أن تزرعوا هذا النبات العطري والمنعش في النوافذ وشرفة منزلكم وفي الأسطح، فهو يعطي طاقة إيجابية بشكله ورائحته، وكذلك يطرد بعض الحشرات وأهمها البعوض برائحته الزكية. بعد ما انتهينا نملئ هذه القارورة بالتربة هكذا.
وبعد نسقي هذا النعناع جيدا بهذه الطريقة، ونختار له مكان يصل إليه الشمس لمدة طويلة، لأن الشمس عنصر مهم للنعناع. بالنسبة إلى السقي، هناك من ينصح بسقيه كثيرا، وهذا خطأ شائع. النعناع يحب الري المنتظم مرتين في الأسبوع أو مرة واحدة حسب الجو والمناخ كباقي النباتات. وهنا بعد مرور أسبوعين، نعناع جميل. هذا هو شكل بعد مرور شهر، كما تلاحظون كثافة في النبات. وهنا بعد مرور 45 يوما أصبح النعناع بهذا الشكل كما ترون، حتى الثقوب التي لم نضع فيها جذور كذلك بدأت تخرج منها النعناع، لاحظوا معي. ونؤكد عليكم أصدقائي، لنجاح هذه التجربة لا بد من تربة خصبة ووضعه في مكان مشمس على الأقل 3 ساعات في اليوم، وخاصة في الصباح. وبالنسبة للسقي، مرة أو مرتين في الأسبوع أو عندما تجف التربة. وفي الأخير أصدقائي، أنصحكم بتجربة هذه الفكرة وتحصلون على نعناع طبيعي وصحي بدون مواد كيميائية ومبيد الحشرات. أتمنى أن تنال هذه الفكرة إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك وتشجيعاتكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.